سكنة خان يونس جنوب قطاع غزة. يلجأ هؤلاء السكان للتبضع وشراء حاجياتهم الأساسية في ساعات الصباح الباكر. على سبيل المثال هذا المخبز الذي يستقبل عشرات الشبان الذين يصطفون من أجل الحصول على الخبز. هذه المدينة التي تستقبل عشرات العائلات التي نزحت إليها بفعل القصف على قطاع غزة. واللي بده يجيب له حبة أغراض مش عارف يجيب، ولا في مصاري ولا في حاجة ولا في أغراض ولا في مساعدات ولا في طرق إنسانية تدخلنا، ولا كهرباء ولا مية. معاناة أكثر مرة نشوف المعاناة هذه في قطاع غزة. في هذا الوجه الآخر لمدينة خان يونس، تحاول فرق الإنقاذ هنا في هذا المنزل من البحث عن مفقودين والبحث عن من كان بداخل هذه البناية السكنية التي سوتها إسرائيل بالأرض. كما نرى بالصورة أن هذا المنزل يقع بين يعني مجموعة من المنازل التي بداخلها المواطنين. على ما يبدو أن الطائرات استهدفت هذه المنطقة بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى تدمير تلك المنطقة بالكامل. عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة. كما نرى أيضا هذا المكان الذي يدخل إليه بعض الشبان، يبدو أن هناك عملية بحث على من كان بداخل هذا المنزل. يعني دمار كبير لحق بالمنطقة نتيجة الاستهداف المباشر لهذا المنزل من قبل الطائرات الإسرائيلية. أكثر من 4 صواريخ تم إطلاقها على هذا المنزل في ساعات الفجر الأولى في مدينة خان يونس، رغم أن مدينة خان يونس هي من المناطق التي تقول إسرائيل أنها آمنة، وهي جنوب وادي غزة كما قال الجيش الإسرائيلي ودعا الناس والسكان للتوجه إلى جنوب مدينة غزة. يقول أحد أصحاب هذا المنزل بأن هناك عدد من العائلات لجأت إلى هذا المنزل، وبالفعل تم قصفها بعدد من الصواريخ الحربية التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.